في شأن آخر، أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بمعاناة الاقتصاد في إيران، معتبرا أن طهران تواجه أصعب أزمة اقتصادية منذ 40 عام بسبب العقوبات الأمريكية. وأدان روحاني في كلمة له ما وصفها بسياسات الولايات المتحدة في العالم، ومؤكدا أنها لم تفي بوعدها مع إيران فحسب، بل مع الصين وأوروبا أيضا. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد محسن أبو النور، وهو رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية. أستاذ محمد، بعد التحية، تداعيات الموقف بسبب العقوبات الأمريكية لإيران برأيك، تفضل. بالتأكيد واضح جدا أن إيران تأثرت تأثرا كبيرا جدا بهذه العقوبات لاعتبارات معقدة، منها أن هذه العقوبات هي العقوبات الأزكى في التاريخ منذ 40 عاما. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول من اتخذ قرارا بمعاقبة إيران فور الثورة وفور احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين الولايات المتحدة الأمريكية هي تقريبا الدولة الأكبر التي توقع عقوبات على إيران، وطبعا منها 7 حزم عقوبات شديدة جدا في التاريخ بالكامل على هذه الدولة. لكن هذه المرة هي العقوبات الأكثر ذكاء، لأنها لا تستهدف فقط يعني عقاب إيران، لكن تستهدف كل الأطراف المتعاملة مع إيران. كما أن أمريكا في الأشهر الماضية أنشأت جهازا استخباراتيا خاصا لمتابعة سير العقوبات وتنفيذ العقوبات. واضح جدا أن الإدارة الأمريكية هذه المرة جادة في معاقبة إيران على سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار. ما الذي يمكن أن تفعله إيران خاصة مع الدول أيضا التي تدعمها، وكما أشرت في سياق تعبيرك الآن يعني هو العقاب الأزكى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك بعض ردود الأفعال التي يجب أن تتخذها إيران وأيضا الدول التي تدعمها بشكل أو بآخر للرد على هذه العقوبات الأمريكية؟ واضح جدا وفقا للنظام الدولي القائم حاليا أنه ما من حيلة في يد إيران. حتى آلية العمل الأوروبية التي تم اقتراحها SBV حتى هذه اللحظة لم تدخل حيز التنفيذ، لأنه ما من دولة أوروبية تريد أن تستضيف مكتب التمثيل السياسي والاقتصادي لهذه الآلية خشية من أن تقع تحت طائلة العقوبات. لذلك واضح جدا أن الإدارة الأمريكية أو السباعي الأمريكي الذي يحكم الآن في الإدارة العليا بواشنطن كان يعرف أنه إذا أراد بالفعل أن يثني إيران عن سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وجنوبي فلسطين، فعليه أن يكون أكثر ذكاء وأكثر ذكاء من كل المرات السابقة. لذلك قبل أن يوقع العقوبات عرفوا كل الشبكات السرية تقريبا هي عددها 7000 شركة المتعاملة مع إيران، وبالتالي أغلقوا كل المنافذ على إيران حتى لا يعني تتحايل على العقوبات هذه المرة. توقيت هذه العقوبات يعني أستاذ محمد، إلى أي مدى هناك أهداف تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة تحديدا من العقوبات تجاه إيران خاصة في التوقيت الاستراتيجي لها؟ هو التوقيت في منتهى الأهمية لعدد من الاعتبارات. أولا الاعتبار الأول هو في أغسطس الماضي عندما قررت أمريكا توقيع الحزمة الأولى من العقوبات، كانت تستهدف طبعا قطاعات منها قطاع الطيران المدني وكلام من هذا القبيل، كانت في وقت إيران بحاجة فيه إلى الانفتاح على المجتمع الدولي، كما أن هناك ضغوطا داخلية على الإدارة الإيرانية في على أعلى مستوى. طبعا الضغوط من الشارع ومن المعارضين ومن حتى أقرب الأقربين للرئيس حسن روحاني. ثم عندما وقعت الحزمة الثانية وهي طبعا الحزمة الأقصى والأكثر ذكاء في نوفمبر الماضي، كانت إيران تقريبا تريد إلى كل دولار من عوائد النفط ومن عوائد البتروكيماويات والمشتقات، كما أن البنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية كانت بالفعل لديها تعاملات تجارية ومالية وقروض من البنوك الأوروبية، وبذلك ضربت أمريكا إيران في قلب الاقتصاد لأنها استهدفت هذه القطاعات الحساسة، وحرمت إيران تقريبا من مدخولات ما بين 60-80% سنويا من الاقتصاد. لذلك الموازنة الإيرانية التي قدمها حسن روحاني الشهر الماضي إلى البرلمان كانت فيها تقليص للميزانيات العسكرية والاقتصادية وكلام من هذا القبيل. إذا استمرت هذه العقوبات بهذا الإطار والشكل، هل من المتوقع أن تنسحب بعض الأطراف
التي تدعم إيران في الفترة القادمة؟ وطبعا هناك اطراف انسحبت بالفعل، الصين على سبيل المثال وهي اكبر المشترين في العالم من النفط انسحبت من السوق الايرانيه، كما سحبت الشركات الصينيه المتعامله في قطاع حساس، مثلا على سبيل المثال قطاع ناقلات النفط، ناقلات النفط الصينيه بالكامل انسحبت من ايران. طبعا الصين هي احلف حلفاء ايران فيما يتعلق بالدول الاسيويه، كما ان روسيا مستفيده جدا من هذه العقوبات لانها سوف تحصل على الحصه السوقيه لايران في يعني السوق العالمية للطاقة. إيران كانت تصدر 3.4 مليون برميل يوميا، الآن تقريبا إنتاجها لا يتعدى مليون برميل فقط. إذا هذه الحصة السوقية سوف تحصل عليها روسيا وهي أحلف حلفاء إيران، لذلك روسيا أيدت قرار أوبك في أكتوبر وفي سبتمبر الماضي بيعني زيادة الإنتاج حتى تحل محل ايران. الامر الثاني وهو الامر الاكثر اهميه ان الشركات الاوروبيه الكبرى 137 شركه اوروبيه كبرى، ميرسك طبعا وتوتال وكل هذه الشركات انسحبت بالكامل من السوق الايرانيه، ما اعطى واقعيه لهذه العقوبات واعطى لها فاعليه على الارض. رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانيه استاذ محمد محسن ابو النور، شكرا جزيلا لحضرتك.